السلام عليكم، عايزة تعملي أكلة سريعة وخفيفة وعشر دقايق تكوني مخلصاها. طبعا الجو حر وكلنا عايزين نعمل أكلات خفيفة وسهلة. أول حاجة كده معايا الفراخ زي ما شفتوها متنظفة كويس جدا ومصفية من المية، وهبتدي إن أنا أشوحها في شوية زيت صغيرين على النار. وبعد ما تتشوح كويس وتاخد لون كده من الناحيتين زي ما انتم شايفين، هبتدي ان انا انزل بالتوابل. معايا فلفل اسود بقى نص معلقه صغيره، وكمان معلقه صغيره من بهارات الفراخ، والبهارات دي انا عاملاها معاكم واسيب لكم الطريقه في رابط في صندوق الوصف، وكمان معلقتين من البابريكا. انا بحب البابريكا كتير في الفراخ، بتديها لون حلو وكمان بتديها طعم حلو قوي. وهنزل ببصلايه صغيره متقطعه مكعبات، وكمان شويه فلفل متقطعين برضو صغير، فلفل اخضر على فلفل حار، بس هنا الفلفل اللي معايا ما كانش حار قوي يعني، فهكمل برضو لو عايزاه سبايسي هحط له شويه فلفل حار تاني. وكمان معايا طماطم متقطعه مكعبات، طماطميه برضو صغيره، ومعلقه من الصلصه، ومعلقه او نص معلقه من العسل، عسل اسود او عسل ابيض اللي موجود عندك، ومعلقتين كبار من الخل. والخلطة دي للفراخ بتديها طعم تحفة. عندك كمان صويا صوص، حط لها معلقة كبيرة من الصويا صوص وهتذوقي احلى طعم للفراخ. وحطيت هنا فلفل حار كده زي ما انتم شايفين، علشان الفلفل معايا ما كانش سبايسي كفاية، فانا عايزاها تكون سبايسي، فحطيت لها الفلفل الاحمر ده عشان يخليها سبايسي. بس كده بعد ما اتشوحت في التوابل دي، ابتديت ان انا انزل نص كوبايه من الميه السخنه، واهم حاجه تكون ميه سخنه عشان ما تزفرش معاكي الفراخ. وهسيبها 5 دقايق بس على النار تتشرب كده من الميه، ومش هتكون تستوي يعني، هتكون مستويه نص سوا او اقل كمان من نص سوا. ابتدي ان انا انزل بالملح وهقلبها في الملح، وبعد كده هنبتدي ان احنا نعمل المكرونه. معايا هنا كيس مكرونه اللي هو حوالي 400 جرام، ابتديت ان انا انزل عليه بمعلقتين من الزيت علشان المكرونه معاكي ما تعملش تكتلات، وكمان ما تعجنش معاكي في الصينيه. وابتدي ان انا ادخل الزيت كده في كل المكرونه، وهنزل كده بطماطم هنا، دول حوالي 3 طماطميات متقطعين صغير، والفلفل متقطع برده صغير، ومعلقه صغيره من الصلصه، وملح وفلفل. بس كده ودي تتبيله المكرونه، ومش هنزود ولا صلصه ولا اي حاجه علشان تبقى خفيفه معاكي، وهتطلع معاكي المكرونه طعمها تحفه اهو بالشكل ده. ابتدي ان انا اتبل الخضار كده بالتوابل اللي انا حطيتها، وبعد كده هنزل بالفراخ علشان تكمل بقيه تسويتها مع المكرونه، والمكرونه تتشرب من طعم الفراخ وبتاخدي احلى صوص للمكرونه اهو شايفين كده بالشكل ده. ابتدي ان انا احطها على جنب، وهتستوي معاكي وهتبقى الفراخ طعمها حلو قوي، وكمان المكرونه هتكون مشربه من الصوص بتاع الفراخ، وطعمها برده تحفه، وفي نفس الوقت خفيفه مش تقيله خالص وسريعه، ما اخدتش منك وقت، هي 10 دقايق بس عملت كل حاجه. وهتحطيها على النار وهتستوي معاكي. وابتديت بقى انزل بباقي الصوص اللي كان في الطاسه على المكرونه وعلى الفراخ، علشان المكرونه تتشرب كده من الصوص ده. الصوص ده طعمه تحفه على المكرونه. وجربي المكرونه بالطريقه دي، عمرك ما هتبطلي ان انت تعمليها، وهتعمليها على طول بالطريقه دي، ومش هتسلقي المكرونه تانية، والله العظيم هتعمليها بالطريقه دي على طول. بس كده ابتديت ان انا اتبل المكرونه كده بالتوابل، بعد كده هغطيها بميه سخنه، ابتدي ان انا يعني احرك فيها كده عشان اعرف ان الميه دخلت في كل المكرونه اهو بالشكل ده. ولو محتاجه ميه تاني بغطي المكرونه بشويه ميه كمان، هي كده مش محتاجه خالص. هبتدي بقى ان انا اقفلها بورق الومنيوم، واحطها على نار عاليه في الاول لمده 5 دقايق، ولو لقيتيها محتاجه شويه ميه كمان بتزودي شويه ميه لحد ما تلاقيها فرولت من بعضها وبالشكل ده شايفين. عايزه شويه ميه تاني، انا زودت كمان شويه ميه علشان بقت بالشكل ده. هبتدي بقى ان انا اوزع الفراخ فوق المكرونه، وهغطيها تاني وهسيبها حوالي 10 دقايق، وتكون فيها شويه صوص كده زي ما انتم شايفين، يعني ما تسيبهاش تكون ناشفه خالص من الميه وتسيبها 10 دقايق على النار، لا لازم يكون فيها شويه صوص علشان تستوي معاكي شويه، في شويه الصوص دول على نار هاديه. خلاص كده وزعت الفراخ، هبتدي ان انا اقفلها تاني بالورق الالومنيوم، وهغطي عليها النار خالص زي ما قلت لكم لمده 10 دقايق او 5 دقايق على حسب ما المكرونه معاكي تستوي. وخلاص كده المكرونه معايا استوت، والفراخ طبعا مستويه واخده لون الصلصه وطعم الصلصه، والمكرونه برده تحفه واخده صوص حلو قوي وطعمها تحفه. عايزه اقول لك ان هي طعمها احلى من المكرونه العاديه بالصلصه،
او شايفين الشكل، وشايفين كمان المكرونه مش معجنه ومش مكتله وواخده طعم تحفه. جربيها ان شاء الله هتعجبك. ما تنسيش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه.